السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة هنتكلم عن مادة النباتات الطبية والعطرية، تخصص إنتاج الحاصلات البستانية. وطبعا مادة النباتات الطبية والعطرية بتكون مادة شيقة جدا وبتكون مهمة جدا في حياتنا، لأن هي بتكون مفيدة ان انا بستخدمها كطب بديل او بستخدم كعلاج بالاعشاب. بالنسبه عند النباتات الطبيه طبعا دي بتكون ليها تاثير فسيولوجي على حياه الانسان او على جسم الانسان والحيوان، وان انا بستخدمها في العلاج. طبعا في نباتات كتير ان انا بستخدمها في العلاج وبستخدمها كطب بديل. وطبعا انتظمت او انتشرت زراعه النباتات الطبيه والعطريه طبعا لزيادة الطلب عليها في بعض الدول، فانتشرت زراعة النباتات الطبية والعطرية. فطبعا في محافظات هنا كتير في جمهورية مصر العربية بتكون منتشرة في أو بتكون المساحة بتاعتها واسعة في زراعة النباتات الطبية والعطرية. عندي 4 محافظات زي الفيوم وزي المنيا وزي بني سويف وزي أسيوط، دي بتمثل 80% من مساحة المنزرعة في جمهورية مصر العربية. طبعا بالنسبة للنباتات الطبية ان انا بستخدمها كعلاج بالاعشاب، طبعا عندي النباتات الطبية زي مثلا امثلتها زي البردقوش، زي الشيح البابون، طبعا الكركديه، الكراوية، اليانسون، الشمر، كل دي بتكون نباتات طبية. وبعد كده طبعا انا بقول اسم المادة نباتات طبية وعطرية، يبقى لما اجي اتكلم عن النباتات العطريه ان بتكون نباتات ان انا باخد منها زيوت عطريه من اي جزء من اجزاء النبات. يعني انا بيكون عندي النبات بيتكون من جذر، بيتكون من ساق، بيتكون من ازهار، بيتكون من ثمار، ببتدي ان انا باخد من الاجزاء دي باخد منها زيوت عطريه. بعد كده طبعا بالنسبه احنا النهارده هنتكلم عن الخطه الدراسية لمادة النباتات الطبية والعطرية، علشان هنبتدي ان احنا ندرسها في الحلقات القادمة ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن الخطة الدراسية، هنتكلم عن اهداف دراسة مادة النباتات الطبية والعطرية، وهناخد 5 ابواب، هندرس 5 ابواب خلال السنة الدراسية. طبعا بيكون الباب الاول، وهنقول ايه الهدف من الباب الاول والتاني والتالت والرابع والخامس، وهنقول ايه هي محتويات الباب ده. تعالوا بقى نتعرف عن اهداف مادة النباتات الطبية والعطرية. ليه انا بدرس للطلبة مادة النباتات الطبية والعطرية؟ قبل ما نتكلم هنا عندي في تخصص انتاج الحاصلات البستانية، هتبتدي انك انت تدرس 3 مواد تخصص، في اللي هي خدمة الحاصلات البستانية، وفي الزراعة المحمية، ومادة النباتات الطبية والعطرية. طبعا مادة النباتات الطبية والعطرية بتكون من 50 درجة، منهم 25 درجة اختبار عملي، و25 درجة ده بيكون اختبار نظري، وبيكون الامتحان مكون من 3 أسئلة. تعالوا نتعرف على ايه الهدف من دراسة النباتات الطبية والعطرية. اول حاجة عندنا ان انا بعرف الطالب بالأهمية الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية. طبعا أهمية النباتات دي إن أنا بصدرها للخارج، طبعا ده بيعمل على زيادة الدخل القومي. تاني حاجة طبعا أنا عندي النباتات الطبية والعطرية زي ما أنا قلت إن أنا بستخدمها في العلاج. النباتات الطبية نباتات إن أنا بستخدمها في العلاج أو بستخدمها في صناعة الأدوية، وعندي النباتات العطرية دي بستخرج منها زيوت عطرية بستخدمها في مستحضرات التجميل أو بستخدمها في صناعة الصابون أو صناعة الزيوت العطرية. بعد كده إن أنا ببتدي إن أنا أعرف الطالب بأهمية النباتات الغير دوائية. يعني أنا عندي في نباتات إن أنا بستخدم الزيوت العطرية الخاصة بيها أو اللي بستخرجها بتكون في علاج بعض الأمراض. يعني مثلا أنا عندي زي زيت الفلفل الأسود وزي زيت الكمون، ده ممكن إن أنا بستخدمه كفاتح للشهية. وعندي برضو بعض الزيوت مثلا زي حشيشة الليمون،
دي بتفرز زيوت عطرية بتكون ليها رائحة مميزة، دي بتعمل على جذب الحشرات، دي بتساعد في عملية التلقيح الخلطي. وبرضو عندي زي نبات البريسرم وزي نبات الدخان، ده برضو بيفرز زيوت عطرية، ده بيعمل على طرد الحشرات، عشان كده أنا بستخدمه كمبيدات حشرية. بعد كده طبعا أنا بكسب الطالب المهارات المعرفية والتطبيقية لإنتاج النباتات الطبية والعطرية في الأراضي الجديدة. ببتدي إن أنا أعرف الطالب إيه هي المهارات وإزاي أنا بزرع النباتات الطبية والعطرية في الأراضي الجديدة. بعد كده طبعا إن أنا بكسب الطالب مهارة في كشف الغش عن المواد النباتية الطبية. بعد كده هناخد أول حاجة عندنا في مادة النباتات الطبية والعطرية، أول باب اللي هو الباب الأول. طب إحنا في الباب الأول إيه الهدف من دراسة الباب الأول؟ أول حاجة إن أنا بعرف الطالب إن هو يقدر يميز بين أنواع النباتات الطبية والعطرية اللي هي بتكون موجودة في المشتل، وإن أنا بعرفه على مناطق زراعتها. بعد كده طبعا ده بالنسبة للهدف من الباب الأول إن هو يعرف النباتات. بعد كده عندي محتويات الباب، الباب ده بيحتوي على إيه؟ إيه هي الدروس اللي أنا هبتدي إن أنا أدرسها في الباب الأول؟ أول حاجة عندي تصنيف النباتات الطبية والعطرية. يعني إيه تصنيف النباتات الطبية والعطرية؟ يعني أنا ببتدي إن أنا أصنف النباتات وأشوف النباتات دي هل بتكون تابعة للنباتات الطبية ولا بتكون تابعة للنباتات العطرية. طبعا عندي النباتات الطبية قلنا إن هي بتكون نباتات بيكون لها تأثير فسيولوجي على جسم الإنسان أو جسم الحيوان، وقلنا إن أنا بستخدمها في العلاج. طبعا النباتات الطبية دي بتحتوي على مركبات أو بتحتوي على تركيب كيماوي. بالنسبة للتركيبات دي بتكون عبارة عن قلويدات، جليكوسيدات، تأنينات، مواد مرة، روتنجات، مواد هلامية، كل الحاجات دي بتحتوي عليها النباتات الطبية. طبعا الحاجات دي احنا هندرسها بالتفصيل. بعد كده عندي طبعا النباتات العطرية، زي ما انا قلت بالنسبة للنباتات العطرية ان انا باخد زيت عطري من اي جزء من اجزاء النبات، سواء باخده من الجذر او باخده من الساق او باخده من الاوراق او باخده من الثمار او باخده من الازهار. طب بالنسبه طبعا انا بصنف، يعني انا عندي في بعض الزيوت العطريه بتكون موجوده في الاوراق. ايه هي النباتات اللي ممكن الزيوت العطريه بتكون موجوده في الاوراق؟ مثلا عندي زي النعناع، الزعتر، البردقوش، اللافندر، حصى اللبان، كل الحاجات دي الزيوت العطريه بتكون موجوده في الاوراق. طب لو انا جيت قلت الورد والياسمين، الزيوت العطريه بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده في بتلات الازهار. بالنسبه برضو اللي بتكون موجوده في الثمار، الا الكزبره، الشمر، الكرويه، دي بتكون الزيوت العطريه بتكون موجوده في الثمار. بالنسبه برضو عندي في زيوت عطريه بتكون موجوده في البذور زي حبة البركة. طب في برضو زيوت عطرية بتكون موجودة في قلف الشجرة زي القرفة. عندي برضو في زيوت عطرية بتكون موجودة في الخشب عندي زي نبات الصندل. دي بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية. يبقى ببتدي ان انا اصنفها ان انا بشوف هل دي بتكون تابعة للنباتات الطبية ام تابعة للنباتات العطرية. بعد كده ان انا ببتدي ان انا بدرج النباتات في قائمة النباتات الطبية والعطرية بان انا بعمل سلسلة طويلة من الابحاث المتخصصة في هذا المجال، عشان اقدر اقول اذا كانت النبات دي اذا كان النبات ده بيكون تابع للنباتات الطبية ولا بيكون تابع للنباتات العطرية. بعد كده ان انا ببتدي ان انا بفصل المكونات الفعالة، ببتدي ان انا افصلها في صورة نقية. طالما ابتديت ان انا افصلها في صورة نقية يبقى بتدرج بتكون تابعة للنباتات الطبية او بتكون تابعة للنباتات العطرية. ده بالنسبة لادراج نباتات ما في قائمة النباتات الطبية والعطرية. بعد كده عندي تقسيم النباتات الطبية والعطرية.
طبعا عندي في تقسيمات النباتات الطبية والعطرية احنا هناخد 7 تقسيمات. بالنسبة عندي اول تقسيم اللي هو بيكون التقسيم الابجدي، تاني تقسيم عندي اللي هو التقسيم النباتي، تالت تقسيم عندي اللي هو التقسيم المورفولوجي، رابع تقسيم عندي اللي هو الفارماكولوجي، خامس تقسيم عندي اللي هو الكيماوي، سادس تقسيم اللي هو الموسمي او المناخي، سابع تقسيم عندي اللي هو التقسيم التجاري. زي ما احنا قلنا 7 تقسيمات عندي التقسيم الابجدي، ان انا بضع النباتات بتكون تبع الحروف الابجدية للاسم العلمي. عندي التقسيم النباتي ده انا بضع النباتات اللي بتتشابه في الصفات الوراثية. بعد كده اللي هو التقسيم المورفولوجي اللي هو عبارة عن الشكل الظاهري للنبات، ان انا بستخدم اي جزء من النبات، هل انا بستخدم الجزء كل النبات كله او بستخدم جزء من الاوراق او بستخدم جزء من الازهار. بعد كده عندي التقسيم الفارماكولوجي ده اللي هو بيكون تشابه التأثير الطبي للنباتات. بعد كده عندي التقسيم الكيماوي ده عبارة عن التركيب الكيماوي للنباتات للمواد الفعالة اللي هي بتكون موجودة في النباتات، زي ما احنا قلنا قلويدات، جليكوسيدات، تأنينات، مواد مرة، مواد هلامية، روتينجات، زيوت ثابتة، كل الحاجات دي بتكون موجودة في التركيب الكيماوي. وفي الحلقات القادمة ان شاء الله هنبتدي ان احنا نقول انواع النباتات. بعد كده عندي اللي هو التقسيم المناخي، ببتدي ان انا اقسم النباتات الى نباتات بتكون صيفية والى نباتات بتكون شتوية ونباتات بتكون معمرة. بعد كده عندي التقسيم التجاري. بالنسبة للتقسيم التجاري ان انا مثلا زي ما انت بتشوف كده عند العطار بتكون موجود في نباتات طبية، بتكون موجود في نباتات عطرية، بتكون موجود توابل، بتكون موجود في مواد بتكون طاردة للحشرات، بتكون في مشروبات. ده بالنسبة للتقسيم التجاري. بعد كده هنبتدي ان احنا زي ما انا قلت كده من شوية، قلت تعريف النبات الطبي، قلت ان هو بيكون له تأثير فسيولوجي على جسم الانسان او الحيوان وان هو بيستخدم في العلاج. طبعا عندي مثلا وليكن زي الشمر او زي الشيح البابونج. بعد كده عندي النبات الطبي. بالنسبة للنبات الطبي طبعا ده بيكون اي نبات طبعا بيحتوي على زيت عطري في اي جزء من اجزاء النبات، قلت سواء جذر، ورقة، ساق، اوراق، ازهار. طبعا ده بيكون عندي امثلة برضو زي الياسمين وزي العطر. بعد كده هناخد ايه هو التقسيم، هناخد مثال. طبعا انا من قلت 7 تقسيمات بالنسبة لتقسيم النباتات الطبية والعطرية، فهناخد تقسيم مثال كده ان احنا هناخده فيما بعد اللي هو التقسيم الظاهري او المورفولوجي. هنا ان انا بقسم النباتات بتكون على اساس الجزء المستخدم في النبات، ان انا في نباتات ان انا بستخدم فيها العشب كله، ده بيكون عندي زي الداتورة، البلادونة، السكران المصري، ان انا بستخدم النبات كله. في نباتات عندي ان انا بستخدم اوراقها مثل الدخان، الحنة، النعناع، البردقوش، حشيشة الليمون، العطر، الشاي. في نباتات انا بستخدم بذورها زي الخروع، حبة البركة، الحلبة، الخردل او المستردة، البن، الكاكاو. في نباتات انا بستخدم ثمارها زي الكراوية، الشمر، اليانسون، الكمون، الخلة، الكسبرة، الحنظل. بعد كده عندي في نباتات ان انا بستخدم القلف، بتكون مثال ليها القرفة والصفصاف. بعد كده طبعا عندي نباتات انا بستخدم اخشابها مثل نبات الصندل. في نباتات انا بستخدم الجذور او الريزومات او بستخدم الابصال. عندي المغات، الزنجبيل، العرقسوس، السحلب، بصل، العنصل. بعد كده في عندي نباتات ان انا بستخدم الازهار او بستخدم النورات مثل الشيح البابونج او الكلانديولا اللي هو عبارة عن الاقحوان. وفي عندي الورد، البنفسج، البريسرم، القرنفل. برضو عندي نباتات ان انا بستخدم جزء من الزهرة،
يعني انا عندي في الكركديه ان انا باخد جزء من الزهره، ان انا باخد الكركديه من الجزء اللي هو موجود في الزهره اسمه السبلات. يبقى هنا الكركديه بيكون موجود في جزء من الزهره بتسمى السبلات. بعد كده عندي برضو نبات الزعفران، ان انا باخد الزعفران ده من المياسم اللي هي بتكون موجوده في الزهره. بعد كده طبعا عندي في نباتات دي بتكون فيها بعض الافرازات اللبنيه، بيكون عباره عن سائل لبني بيكون مستخرج من الثمار الغير ناضجه، ده بيكون لنبات الخشخاش او الافيون. ده بالنسبه للباب الاول. يبقى الباب الاول انا هناخد تقسيم النباتات الطبيه والعطريه وادراج النباتات، هل هي بتكون في قائمه النباتات الطبيه والعطريه، وبعد كده هنبتدي ان احنا ناخد تقسيم النباتات الطبيه والعطريه، وبعد كده هناخد بقى عندي التوزيع الجغرافي. بالنسبه للتوزيع الجغرافي زي ما انا قلت، التوزيع الجغرافي ان انا بيكون منتشر في 4 محافظات، في شمال الصعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، وقلت ان هي بتمثل 80% من مساحه جمهوريه مصر العربيه. بعد كده برضو في الباب الاول هناخد ايه هي معوقات زراعه النباتات الطبيه والعطريه وكيف كيفيه التغلب عليها. يعني ايه معوقات النباتات الطبيه والعطريه؟ ايه هي المشاكل اللي بتقابلني عند زراعه النباتات الطبيه والعطريه؟ في مشكله بتقابلني اللي هو ارتفاع التكاليف، ان التكاليف بتكون مرتفعه طبعا، لان انا عندي النباتات الطبيه والعطريه في معاملات بتكون بعض الحصاد اللي هو عباره عن التنظيف، وان انا بعمل عمليه تجفيف للنبات. لو انا عندي نباتات عطريه بعمل عمليه استخراج للزيوت العطريه فبتكون مرتفعه التكاليف. تاني حاجه انخفاض نسبه الماده الفعاله، بتكون نسبه الماده الفعاله قليله، دي بتكون قله الخبره، ما في نتيجه ان عمال بيكون الخبره عندهم قليله، لان انا عندي النباتات الطبيه والعطريه ان انا في مراحل نمو معينه ان انا ابتدي اجمع فيها النباتات، سواء في لو اطوار مبكره او اطوار متاخره، بحيث ان نسبه الزيوت العطريه بتكون عاليه، لان في نبات الزيوت العطريه بتكون عاليه في الاطوار المبكره، وفي نباتات بتكون الزيوت العطريه عاليه في الاطوار المتاخره. يبقى دي بتختلف، يبقى هنا في قله خبره وبالتالي نقص الماده الفعاله. بعد كده برضو عندي ان النباتات اللي انا بزرعها بتكون منخفضه الانتاج، يعني ما بتكونش عاليه الجوده، فبالتالي الانتاج بيكون قليل وبالتالي قله الدخل او قله العائد. برضو عدم توافر الايدي العامله، ما فيش ايدي عامله، دي من ضمن المعوقات اللي هي بتقابلني عند زراعه النباتات الطبيه والعطريه. طب انا بتغلب عليها ازاي؟ ان انا لازم اوفر راس مال، ان انا لازم ازرع في ظروف بيئيه تكون مناسبه، ان انا لازم ازرع النباتات في تربه مناسبه، ان انا لازم اوفر عماله، وان انا اوفر عمال ذات خبره، عندهم خبره بحيث ان هو يديني انتاج عالي، وان انا ازرع نباتات بتكون عاليه الانتاج. ده بالنسبه للباب الاول، هنتكلم فيما بعد ان شاء الله عن الباب الاول بالتفصيل. بعد كده هنبتدي ان احنا ناخد الباب الثاني. بالنسبه للباب الثاني ده بيتكلم عن ايه؟ طبعا احنا في الباب الاول اتكلمنا عن زي ما احنا قلنا عن النباتات، ان الطالب بيتعرف على النباتات. هنا ان احنا بنعرف ايه هي العوامل البيئيه المختلفه اللي بتاثر على نمو وانتاج النباتات الطبيه والعطريه. بالنسبه هنا طبعا عندي محتويات الباب، احنا هندرس ايه في الباب ده؟ اول حاجه هندرس العوامل البيئيه. بالنسبه للعوامل البيئيه اللي هي عندي عوامل مناخيه وعوامل ارضيه. بالنسبه للعوامل المناخيه اول حاجه هناخد الرطوبه، الضوء، الرياح، الارتفاع عن سطح التربه، عن سطح البحر، الامطار، الحراره. بالنسبه هنا للضوء طبعا بيكون كل نبات طبعا عمليه طبعا الضوء بيكون مهم جدا للنبات، لان هو بيكون مهم في عمليه البناء الضوئي. بعد كده طبعا عندي الحراره، هنتكلم عن الحراره.
يعني ان بيكون بتعتبر الحرارة بتكون طبعا عامل مهم للنباتات، لان كل نبات بتكون ليه درجة حرارة معينة عندها، درجة الحرارة المثلى اللي عندها النبات بيديني اعلى معدل للنمو. هنا بتعتبر طبعا الحرارة بتكون عامل اساسي في التحكم في نمو وتطور النباتات. طبعا هنا لو حصل اختلاف في انخفاض درجة الحرارة الليل أو النهار، ده بيؤثر طبعا على نمو وتطور النباتات، مثل طبعا عندي زي نبات السكران المصري. طبعا هنا الحرارة برضو بتكون لها دور في زيادة الزيوت العطرية. لو أنا عندي درجة الحرارة المرتفعة دي بتعمل على زيادة الزيوت العطرية. طب لو هي ارتفعت بشدة، يبقى هنا هتضر النبات بان هي بتفقد نسبة كبيرة من الزيت العطري بيكون عن طريق البخ. يبقى هنا النبات بيحتاج درجة حرارة مرتفعة، لكن ما بيحتاجش درجة حرارة شديدة الارتفاع حتى لا يحدث بخر في الزيت العطري. طبعا هنا لو جينا قلنا عندي نبات الدخان، بالنسبة لنبات الدخان ان درجة الحرارة المثلى بتكون 20 درجة مئوي. طب لو انخفضت، لان في الفترة دي او في الدرجة المثلى دي زي ما انا قلت النبات بيديني اعلى معدل للانتاج، هنا ان هو بيقدر ان هو يكون قلويد النيكوتين بنسبة عالية، يبقى عند درجة حرارة 20 درجة مئوي. طب ايه اللي هيحصل لو انخفضت درجة الحرارة؟ طبعا هيقل قلويد النيكوتين، وبرضو لو انخفضت او زادت، يبقى لو انخفضت عن 11 او 12 درجة مئوي كده بينخفض قلويد النيكوتين، ولو زادت عن 30 درجة مئوي او اكتر برضو بينخفض قلويد النيكوتين. يبقى انسب درجة حرارة لنبات الدخان بتكون 20 درجة مئوي. بعد كده عندي مادة الكابسيسين. مادة الكابسيسين دي بتكون موجودة طبعا في الشطة. لو ارتفعت درجة الحرارة مع الجفاف مش موجود مية بتزيد مادة الكابسيسين. طب لو قلت الحرارة والعطش ايه اللي هيحصل؟ طبعا هتقل حرافة الثمار نتيجة لقلة مادة الكابسيسين، لان احنا قلنا ان هي بتتكون عند ارتفاع درجة الحرارة. بعد كده طبعا عندي درجة الحرارة اللي هي بتكون ملائمة لنمو النباتات من 15 إلى 30 درجة مئوي. طبعا بيزيد معدل نمو النباتات بارتفاع درجة الحرارة وبيقل بانخفاضها. طبعا في الحلقات القادمة هنتكلم إن شاء الله عن الضوء، هنتكلم عن الرطوبة، هنتكلم عن الارتفاع عن مستوى سطح البحر. بعد كده عندي عوامل أرضية. بالنسبة للعوامل الأرضية بتكون عندي زي الري، التسميد، التربة، مسافات الزراعة. يبقى هنا في الباب الأول احنا اتكلمنا عن النباتات، في الباب الثاني هنتكلم عن العوامل البيئية اللي هي بتكون ملائمة لنمو الحاصلات، لنمو النباتات الطبية والعطرية. بعد كده هناخد الباب الثالث. بالنسبة بقى للباب الثالث احنا ابتدينا ان احنا نعرف النباتات، وابتدينا ان احنا نصنف النباتات ونعرف اذا كانت النباتات بتكون تابعة للنباتات الطبية والعطرية، وبرضو عرفنا ايه هي العوامل البيئية اللي هي بتكون مناسبة ليها. بعد كده هتبتدي انك انت تدرس في الباب الثالث. اول حاجة اهداف الباب الثالث ان انا بتعرف على الوصف المورفولوجي لكل نوع من النباتات الطبية والعطرية، ان انا ببتدي ان انا اعرف الشكل الظاهري للنباتات. بعد كده ان انا بتعرف على الطرق المختلفة لزراعة وانتاج النباتات الطبية والعطرية اللي بتكون مقررة بالمشتل، يعني انا بشوف النباتات اللي هي مقررة عندي وابتدي ان انا اعرفها. بعد كده بتعرف على كيفية خدمة النباتات الطبية والعطرية، وبعد كده بعرف اهم المواد الفعالة اللي هي بتكون موجودة في النباتات الطبية والعطرية. بعد كده طبعا عندي محتويات الباب. بالنسبة هنا عندي محتويات الباب ان انا بدرس بعض النباتات، عندي دراسة بعض النباتات زي ايه، ان انا بدرس الياسمين البلدي،
بدرس العطر، النعناع، البردقوش، الكمون، الكروية، اليانسون، الكزبرة، حبة البركة، الكركديه، الريحان، الشيح، البابونج. يبقى النباتات دي انا في الباب الثالث هدرسها. طب هدرسها من حيث ايه؟ ان انا هتكلم عن كل نبات من حيث الوصف النباتي، من حيث الأهمية الاقتصادية والطبية، من حيث المواد الفعالة لكل نبات، من حيث التربة المناسبة للزراعة، من حيث ميعاد الزراعة، طرق التكاثر، طرق الزراعة، الخدمة بعد الزراعة، الحصاد، كمية المحصول، ايه هي المواصفات الخاصة بالتصدير. يبقى ده بالنسبة للباب الثالث، ان احنا هنتكلم عن النباتات دي من حيث الحاجات اللي انا قلتها، الوصف النباتي والأهمية الاقتصادية. هناخد مثال، وليكن عندي نبات البردقوش. زي ما انتوا شايفين شكل البردقوش، لان انا عندي هنا في البردقوش انا بستخدم الاوراق، يبقى الجزء المستخدم في البردقوش ان انا بستخدم الاوراق. زي ما انتوا شايفين فيه بتكون اوراق مجففه. هنا بالنسبه طبعا عندي نبات البردقوش. نبات البردقوش ده بيكون نبات عشبي معمر، يعني ان هو بيفضل موجود في الارض. بعد كده طبعا، هل البردقوش بتكون ليه أهمية اقتصادية ولا لا؟ طبعا كل النباتات اللي أنا قلتها دي بتكون ليها أهمية اقتصادية وأهمية طبية. طبعا هناخد أول حاجة الأهمية الاقتصادية والطبية، إن أنا بستخدم البردقوش، إن أنا بستخدمه في تحسين المأكولات، وإن أنا بستخدمه في تتبيل، يعني إن أنا بتبل بيه اللحوم، الدواجن، الاسماك، وبرضو ان انا بستخدم الزيوت العطريه، لان انا بستخرج منه زيوت. هنا الزيوت دي انا بستخدمها في صناعه العطور وصناعه الصابون، في صناعه برضو مستحضرات التجميل، في برضو علاج الام المفاصل والام الروماتيزم. برضو ان انا بستخدمه كمشروب، في ان هو طارد للبلغم، وفي علاج الكحة، وفي تخفيف آلام الكبد والمرارة. طبعا كل النباتات اللي انا قلتها دي، اللي انا قلت ان انا هدرسها، هنبتدي ان احنا ناخد النباتات دي من حيث الأهمية الاقتصادية والطبية، ونعرف ايه أهمية كل نبات من النباتات دي. بعد كده عندي ايه هي التربة المناسبة. طبعا التربة المناسبة، طبعا كل نبات بيكون ليه تربة مناسبة بحيث ان هو بيديني اعلى انتاج. هنا التربة المناسبة طبعا جميع انواع الاراضي، ان انا ممكن بزرع في الاراضي اللي هي بتكون صفراء، او ممكن بزرع في الاراضي اللي هي بتكون رملية ثقيلة. طبعا لازم تكون الاراضي دي غنية بالمواد العضوية، يعني تكون غنية بالاسمدة، بحيث ان هي بتديني اعلى انتاج. لان انا عندي البردقوش قلت انا بستخدم الاوراق، الجزء المستخدم الاوراق، يبقى هنا الغرض ان انا لازم يكون موجود فيه غذاء، ولازم ان انا اسمد النبات كويس بحيث ان هو يديني مجموع خضري. لان انا المهم عندي في نبات البردقوش الاوراق، اللي هو عباره عن المجموع الخضري، بحيث ان هو يديني مجموع خضري غزير. بعد كده طبعا عندي ميعاد الزراعه. انا بزرع البردقوش امتى؟ انا بزرعه في شهر اكتوبر. طب هنا ميعاد اخذ العقلة. انا البردقوش بزرعه، ممكن بزرعه بالعقلة، وممكن بزرعه بالبذور، وممكن بزرعه بتقسيم النباتات القديمة. ان انا ببتدي ان انا اقسم النباتات بتكون عبارة عن خلفات، وابتدي ان انا ازرعها. بعد كده طبعا عندي ميعاد زراعة العقلة، ان انا بزرعه في شهر اكتوبر، وبزرعه في شهر نوفمبر. بعد كده طبعا عندي كمية التقاوي. كمية التقاوي بالنسبة للبردقوش، ايه هي كمية التقاوي؟ لو انا عندي مثلا نصف قيراط، ان انا بزرع من 200 الى 250 جرام بذرة. يبقى هنا كمية التقاوي في البردقوش من 200 الى 250 جرام بذرة. بعد كده طبعا عندي طريقة الزراعة، ان انا ببتدي ان انا بعمل عملية حرس للارض، وبعد كده ببتدي ان انا اخططها، بخططها بمعدل 10 خطوط في القصبتين، وبعد كده ببتدي ان انا بزرع الشتلات، بزرعها على الريشة
البحرية وعلى الريشة القبلية أو الغربية، وبعد كده بزرعها على مسافة من 25 إلى 30 سنتي، وبعد كده بزرع في التلت السفلي من الخط. ده بالنسبة لطريقة الزراعة. طبعا أنا زرعت البذور، ابتدت البذور إن هي تديني بادرات. بعد كده بعمل عملية ترقيع. يعني إيه عملية ترقيع؟ إن أنا بلاقي في أماكن فاضية بتكون خالية من النباتات، يبقى بعمل عملية إعادة زراعة الأماكن الفاضية دي، يبقى دي عملية الترقيع. إن أنا بعمل عملية الترقيع بعد 5 إلى 10 أيام من الزراعة. بعد كده عندي الري. بالنسبة للبردقوش أنا برويه إمتى؟ ممكن برويه كل 7 إلى 10 أيام، ده بيكون في الصيف، وممكن في الشتاء بيكون كل 15 إلى 20 يوم. يبقى هنا في الصيف إن أنا برويه كل أسبوع، وفي الشتاء إن أنا برويه كل أسبوعين. بعد كده طبعا عندي العزيق. إن أنا بعمل عملية العزيق بعد 20 يوم من الزراعة، بحيث إن أنا لو في حشائش ابتدت إن هي تظهر أتخلص من الحشائش أو أعمل عملية إزالة للحشائش. بعد كده طبعا عندي التسميد، بيكون مهم جدا زي ما أنا قلت، بيكون مهم للبردقوش، لأن أنا عندي الجزء المستخدم أو الأساس في البردقوش عندي الأوراق. بالنسبة بقى إن أنا بسمد بمعدل إيه؟ إن أنا بسمد بمعدل 20 إلى 25 متر مكعب، ده بيكون سماد بلدي، وإن أنا بضيف 200 كيلو جرام سوبر فوسفات البوتاسيوم، ده بيكون بيكون قبل الزراعة، وبعد كده بضيف من 300 إلى 400 كيلو جرام سلفات نشادر، ده بيكون من 3 إلى 4 دفعات. يبقى ده بالنسبة للتسميد. يبقى التسميد ان انا لازم اهتم بالتسميد، ان انا بعمل عملية تسميد غزير بحيث ان هو يديني نمو خضري غزير. يبقى قلت ان انا بسمد بمعدل 20 إلى 25 متر مكعب سماد بلدي، وان انا بسمد 200 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم، ده بيكون ان انا بضيف السماد ده بيكون قبل الزراعة، ببتدي بعد كده بعد الزراعة ان انا بضيف من 300 الى 400 سلفات نشادر، ده ان انا بقسم الكمية دي من 3 الى 4 دفعات. ده عندي بالنسبة للتسميد. عندي بالنسبة للجمع والحصاد، ان انا عند اكتمال التزهير وقبل عقد الثمار، ان انا بعمل عملية قرض للنباتات، ان انا بعمل عملية قطع للنباتات، دي بتكون بطول كام؟ من 10 الى 15 سنتي، ان انا بستخدم مناجل حادة بحيث ان انا بعمل حش للنباتات. كمية المحصول هنا قد ايه؟ بتكون من 15 الى 20 طن عشب طازج. بعد كده بقى ايه هي المواصفات؟ انا عايزة اصدر النباتات دي، ايه هي المواصفات الخاصة بالتصدير؟ اول حاجة ان انا عشان اصدر البردقوش ان هو يكون خالي من اي شوائب، ان هو يكون خالي من التكتل، ان هو يكون خالي من التعفن والحشرات الحية، ذو رائحة طبيعية، برضو لون الاوراق يكون طبيعي، الا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%، الا تقل نسبة الزيت فيه عن 0.5%. بعد كده بالنسبة برضو للآفات والأمراض اللي ممكن بتصيب البردقوش، المن ودودة ورق القطن. بالنسبة هنا عندي لتجفيف البردقوش، ان انا البردقوش ان انا طبعا في تجفيف، ان انا بضع في اماكن مشمسة في الشمس، او ان انا بضع في اماكن مظللة، فيفضل ان انا اضع البردقوش في الاماكن المظللة علشان انا عايزة احافظ على لون الاوراق، طبعا لان اشعة الشمس بتغير لون الاوراق، وممكن نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة ان تبتدي البردقوش ان هو يفقد كمية من الزيت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، فيفضل ان انا بجفف في الاماكن المظللة. بعد كده عندي الباب الرابع.
يبقى بالنسبة للباب الثالث ان احنا هندرس مجموعة من النباتات، هندرسها من حيث الوصف النباتي، من حيث ميعاد الزراعة، من حيث كمية التقاوي، طرق الزراعة، ايه هي كمية المحصول، الحصاد، المواصفات الخاصة بالتصدير. بعد كده طبعا هنيجي ندرس الباب الرابع، برضو هندرس مجموعة من النباتات، هندرسها من حيث الوصف النباتي، من حيث المواد الفعالة اللي هي بتكون موجودة فيها، ومن حيث ايه هو الجزء المستخدم في النباتات دي، وايه هي الأهمية الاقتصادية والطبية للنباتات. أول حاجة هنتعرف طبعا على المركبات الفعالة والاستخدامات الطبية لبعض النباتات الطبية. بعد كده طبعا أنا هتعرف على الجزء المستخدم والمواد الفعالة لكل نوع من النباتات الطبية. هنا طبعا عندي محتويات الباب. بالنسبة لمحتويات الباب، إن أنا هدرس بعض النباتات زي ما أنا قلت، إن أنا بدرسها من حيث الوصف النباتي، من حيث الجزء المستخدم والمواد الفعالة والأهمية الطبية والعطرية لكل نبات من النباتات دي. أول حاجة عندي اللي هو نبات السزب والزنجبيل، القرفة، القطيفة، حصى لبان، المريمية أو السلفيا، الخلة البلدي، حشيشة الليمون، المغات، الحنة، العرقسوس، بصل العنصل، الحنظل، السيناميكي، شوكة الجمل، الشيح البري، بلح الصحراء، السكران المصري، الديجيتالز، الداتورة، السيسال، حلفة بر. يبقى النباتات دي في الباب الرابع هندرسها من حيث الجزء المستخدم، ومن حيث المواد الفعالة، ومن حيث الأهمية الاقتصادية أو والطبية لكل نبات من النباتات دي، علشان أقدر أنت رحت عند عطار شفت النباتات دي، أنت مش عارف إيه هي أهمية النباتات دي، هنبتدي إن إحنا ندرس النباتات ونعرف إيه هي أهمية النباتات اللي هي بتكون موجودة. طبعا أنا عندي هاخد برضو مثال إن إحنا هنعرضه، اللي هو نبات حشيشة الليمون. بالنسبة لحشيشة الليمون، زي ما أنتوا شايفين شكل النبات بيشبه نبات الحلفة، الأوراق بتكون طويلة، بس لو أنا جبت الأوراق وعملت لها عملية فرك كده في إيدي، هشم ريحة الليمون، بتكون ليها رائحة الليمون. دي بالنسبة لحشيشة الليمون. طبعا حشيشة الليمون الوصف النباتي إن هو بيكون نبات عشبي معمر، طبعا الأوراق بتكون طويلة وبتشبه نبات الحلفة، تتصاعد برضو رائحة ليمونية مقبولة لو أنا فرقت الأوراق. الجزء المستخدم طبعا اللي أنا بستخدمه في حشيشة الليمون، عندي الأوراق الجافة والزيت التيار المتحصل عليه، إن أنا باخد الزيوت، ممكن باخد منها زيوت عطرية أو زيوت طيارة عن طريق التقطير بالبخار، بعمل عملية تقطير بالبخار، ده هناخد اللي هو طريقة استخلاص الزيوت في الباب الخامس. بعد كده المواد الفعالة اللي هو مركب السترول، المرسين، الليمونين، الكارفون. دي المواد الفعالة اللي هي بتكون موجودة في حشيشة الليمون. بالنسبة طبعا عندي ايه هي الأهمية الطبية والعطرية لحشيشة الليمون، يعني ايه الأهمية بتاعتها. أول حاجة إن أنا بستخدمها في صناعة الصابون، في صناعة الكولونيا ذات الرائحة الليمونية، إن أنا بضيف الزيوت دي إلى المبيدات الحشرية علشان أخفي رائحة الكيروسين أو المكونات الأخرى اللي هي بتكون موجودة في المبيدات الحشرية. بعد كده طبعا بستخدم الأوراق في صناعة الورق، أو بستخدمها في تغذية المواشي طبعا بعد استخلاص الزيوت العطرية وتجفيفها. طبعا هنا مركب السترول، طبعا احنا خدنا المواد الفعالة ان هي بتحتوي على مركب السترول. طبعا مركب السترول ده بيستخدم في تحضير المركبات الكيماوية اللي هي بتستخدم في الصناعة، في صناعة تحضير الأدوية، زي الأدوية اللي هي بتحتوي على فيتامين ألف.
برضو هنا ان انا بستخدمه كمهدئ للجهاز العصبي، وكمسكن وطارد للغازات، وكمحسن للطعم في حالة صناعة المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية. يبقى هنا في الباب الرابع ان انا اتكلمت عن النباتات، من حيث هنتكلم عن النباتات من حيث الوصف النباتي، ومن حيث الجزء المستخدم، ومن حيث المواد الفعالة، ومن حيث القيمة الطبية لكل نبات من النباتات. بعد كده طبعا عندي الباب الخامس. ايه الهدف من الباب الخامس؟ اول حاجة ان انا بتعرف على المراحل المناسبة لجمع وحصاد النباتات الطبية والعطرية. ان انا بشوف ايه هي المراحل المناسبة، زي ما انا قلت ان انا في نباتات ان انا بجمعها في اطوار مبكرة، وفي نباتات ان انا بجمعها في اطوار متأخرة. يبقى بشوف المراحل اللي ينفع ان انا اجمع فيها النباتات. بعد كده بعمل عملية مقارنة بين الطرق المستخدمة في تكفيف النباتات الطبية والعطرية، لان انا عندي التجفيف هنا بيكون في تجفيف طبيعي وفي تجفيف صناعي، فانا بعمل مقارنة بينهم بحيث ان انا بقدر اشوف ايه هي مميزات وعيوب التجفيف الطبيعي، وايه هي مميزات وعيوب التجفيف الصناعي. وطبعا كل طريقة بالنسبة للتجفيف الطبيعي بيكون ليه طرق، وبالنسبة للتجفيف الصناعي بيكون ليه طرق. بعد كده برضو ان انا بقدر اتعرف على كيفية فصل المواد الفعالة من النباتات الطبية والعطرية. بعد كده برضو ان انا بعرف ايه هي الاشكال المختلفة للعبوات المستخدمة في تعبئة النباتات الطبية والعطرية. هنا برضو عندي ايه هي محتويات الباب. اول حاجة ان انا لازم اعرف مراحل ومواعيد وطرق جمع الاجزاء النباتيه. ان انا لازم اعرف كل نبات من النباتات اللي احنا هندرسها دي انا بجمعها امتى. تاني حاجه ان انا بعمل عمليه اعداد وتجهيز النباتات الطبيه والعطريه. بجهزها ازاي؟ ان انا بعمل عمليه تنظيف للنبات، وان انا بعمل عمليه تجفيف للنبات، وبعد كده بعمل عمليه تعبئه، وبعد كده بعمل عملية تخزين للنباتات، سواء النباتات الطبية أو سواء الزيوت العطرية. بعد كده برضو من ضمن محتويات الباب الخامس إن أنا بعرف إيه هي طرق استخلاص الزيوت العطرية. طبعا طرق استخلاص الزيوت العطرية التقطير، العصر أو الخدش، المذيبات، الإدمصاص، التحلل الإنزيمي، استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، المسال. دي طبعا بتكون طرق احنا هناخدها هنتكلم عنها ازاي انا بقدر ان انا افصل الزيوت العطرية. يبقى هنا بستخلصها عن طريق التقطير او العصر او الخدش، المذيبات، الإدمصاص، التحلل الإنزيمي، استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المسال. بعد كده طبعا هناخد طرق استخلاص العطر وطرق تعبئته للتصدير. برضو هناخد طرق استخلاص زيت البابونج وطرق تعبئته للتصدير، وطرق تحضير عجينة الياسمين، وإيه هي المواصفات القياسية للأجزاء الطبية، وطرق كشف غش المنتج. إزاي أعرف إذا كان المنتج ده بيكون موجود في غش ام لا. طبعا احنا هناخد برضو جزئيه كده بسيطه في الباب الخامس، نعرفكم برضو عن الجزئيه اللي احنا هندرسه بعد كده في الباب الخامس. وليكن مثلا طرق التجفيف. طبعا طرق التجفيف ده بيكون تجفيف طبيعي، ده بيشمل اللي هو التجفيف في الشمس مباشره، ان انا بحط ان انا بضع النباتات في مكان مكشوف بحيث ان هو يكون معرض للشمس، او ان انا بضع النباتات في مكان مظلل، او ان انا بجفف عن طريق الطاقة الشمسية. بعد كده طبعا عندي التجفيف الصناعي، ده اللي هو بيشمل الاحجار الساخنة، وبيشمل سيور التجفيف والتجفيف بالتجميد والمواد الكيميائية.
طبعا احنا عندنا التجفيف. ايه هو التجفيف؟ ان انا بعمل عملية تقليل لمحتوى الرطوبة اللي هي بتكون موجودة في النباتات بحيث ان انا بحافظ عليها. طبعا الرطوبة بتختلف في الثمار الطازجة عن الاوراق عن البذور، يبقى كل جزء من اجزاء النبات بيحتوي على رطوبة بنسبة معينة. يعني وليكن عندي الثمار الطازجة بتحتوي على نسبة رطوبة من 20 الى 95، من 90 الى 95%. في الاوراق بتحتوي على 75 الى 85%، في البذور من 10 الى 12%. يبقى ده محتوى الرطوبه. يبقى الغرض من التجفيف ان انا بقلل محتوى الرطوبه، ان انا بعمل عمليه تجفيف للنباتات بحيث ان انا بتقلص من الرطوبه اللي هي بتكون موجوده فيها. طب ايه الغرض من اجراء عمليه التجفيف؟ ليه انا بعمل عمليه التجفيف؟ اول حاجه ان انا بعمل عمليه خفض للمحتوى المائي. طبعا لو انا عندي موجود في ميه سواء في الاوراق او الثمار او البذور كده بتساعد على نمو الفطريات وبالتالي بيحصل تعفن. يبقى هنا ان انا بعمل عمليه خفض للمحتوى المائي لمنع نمو الفطريات والعفن. تاني حاجة عندي ان انا بعمل عملية وقف النشاط الانزيمي داخل الانسجة النباتية. تالت حاجة عندي ان انا بعمل عملية منع النشاط الميكروبي داخل الانسجة النباتية، وبالتالي تقليل الوزن وسهولة الشحن وسهولة الطحن او جرش النباتات او العقار. بعد كده عندي طرق استخلاص زيت العطر وتعبئته للتصدير. بالنسبة عندي ازاي انا بقدر ان انا استخلص الزيوت العطرية، وليكن عندي هنا زيت العطر. اول حاجة ان انا بعمله عملية استخلاص بالبخار، وان انا بعمل عملية حصاد العطر. حصاد العطر ده بيكون امتى؟ بيكون في شهر مايو ويونيو وسبتمبر، اللي هو بيكون في شهر 5 و6 و9، ان انا بعمل عملية حش او عملية حصاد للعطر. بعد كده ان انا بترك عملية يترك العشب لمدة 24 ساعة، يعني بسيبه لمدة يوم علشان يدبل، يبتدي ان هو يدبل ويبتدي ان هو يتخلص من المية اللي هي بتكون موجودة في العشب. بعد كده طبعا ان هو ابتدى ان هو يتخلص من المية، بعد كده ببتدي ان انا انقله لاجهزة التقطير بالبخار بحيث ان هي بتستمر عملية التقطير لمدة 3 ساعات، وبعد كده بيبتدي ان هو يعمل عملية فصل الزيت عن المياه التقطير، وبعد كده ببتدي ان انا اجفف الزيت، ان انا بضع كبريتات صوديوم للتخلص من المياه والرطوبة اللي هي بتكون موجودة في الزيت. يبقى هنا انا لازم ان انا اضع للزيت كبريتات الصوديوم بحيث ان هو يبتدي ان هو يتخلص من المية اللي انا عملت عملية التقطير او عملية استخلاص الزيوت. وبعد كده ببتدي ان انا تعبئته في زجاجات. طبعا الزجاجات دي بتكون غامقة اللون طبعا علشان الزيوت العطرية ما تتفاعلش مع الضوء. وبعد كده ببتدي ان انا اقفلها او تغلق جيدا، وبخزنها على درجة 5 درجة مئوي. ده بالنسبة عندي طرق استخلاص العطر. بعد كده طبعا عندي طبعا من خلال برضو منهج مادة الحاصلات البستانية هندرس التدريبات العملية، وهنعرف بحيث ان التدريبات العملية الاختبار العملي بيجي لنا في الامتحان ان انا بتعرف على النماذج او على انواع النباتات من حيث الجزء الخضري، من حيث الجزء الاقتصادي. بعد كده طبعا هناخد مجموعة مهارات. وبكده تكون انتهت حلقتنا، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.